السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اتخذت السلطة المحلية بالدار البيضاء يوم الجمعة سلسلة من التدابير الاحترازية على مستوى مقاطعة أنفا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالعدوى بفيروس كورونا المستجدة. وأوضح مصدر محلي أن هذه التدابير همت بالخصوص منع متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي، وإغلاق بعض شرايين المقاطعة وأحيائها، ومنها شارع الطاهر العلوي، وزنقة عبد الرحمن المخنتة، وزنقة محوى سعيد، وباب مراكش، وباب جديدة، والصور الجديدة، والتناكر. كما تم حسب المصدر ذاتها وضع دورية مشتركة بالحواجز الموضوعة على مستوى الطرق المؤدية للسوق المركزية وبالجدية والشاوية. نشكركم على حسن المتابعة.